بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه حلقة من الكتاب نفسه، 2022 عالم بدون كأس عالم. اسم الكتاب 2022 A World Without World Cup. هذه حلقة من الفصل الثاني أو الجزء الثاني من الكتاب، وهي الحلقة رقم 2 B، لأنه بحلقة رقم 2 ما خلصناهاش، يعني وقفنا عند نقطة وقلنا بتحتاج إلى حلقة ثانية، لأنه صارت الحلقة الأولى ساعة يعني، فقلنا أفضل نعمل كمان حلقة عليها، لأنه هذا الجزء من الكتاب زي ما انتم بتعرفوا تحت عنوان الأخطبوط تقطيع رجله وذراعه، وهاي هي الذراع رقم 2، وسبق وشرحنا عن الأخطبوط انه له قدمين وله 6 أذرع، يعني 8 أقدام أو أذرع، بس هم منهم قدمين اللي بيتنفسوا، و 6 أذرع ما فيش فيهم تنفس وأكل وكذا، 2 منهم بس. فهاي ذراع مش أحد الأرجل، واحد من الأرجل قصيناها الحمد لله في الجزء الأول أو في الجزء الثاني، يعني من الحلقة الأولى. هذه واحدة من أصعب الأجزاء في الكتاب، صعبة جدا، وبعدين يعني بدها تركيز مزبوط، وبدها إنه تشوفوا الفيديو كله، بنفعش تقطعوا ولا أي جزء من الأجزاء، لأنه إذا بتغيب عنكم نقطة بتيجوا بتسألوني عنها وهي موجودة بالفيديو. فاللي حابب يعرف المعلومة كلها أرجوكم إنه، وأمل منكم إنه تشوفوا الحلقة بالكامل، وإن شاء الله يعني الابروتش اللي بدي استعمله في هاي الحلقة لحد ما اخليها مستصاغة وممكن فهمها بطريقة سلسة ان شاء الله، مع انه بالكتاب لما بكتبها يعني تفهم، لاني في عندي في مجال في الكتاب انه اعلق اكثر واكتب اكثر لتبسيط الامور، بس لما نيجي نعملها بهذا على هذا النظام على اليوتيوب، فبصير الواحد عنده concern about التايم نفسه، الوقت والمدة. ولكن ان شاء الله خلينا يعني نبدأ فيها على السريع عشان نحاول ننهيها منيح وبمدة زمنية معقولة يعني، والكل يقدر يشاهدها بالكامل. احنا وصلنا في اخر الحلقة الثانية من الجزء الثاني، انه حكينا لكم بدينا في نفس الذراع احنا، انه العالم جزء وقسم ودمر وكان يغتصب من قبل الحلفاء المنتصرين بعد الحرب العالمية الأولى والثانية لمصالحهم ولنهب ثروات العالم ومقدرتهم للسيطرة عليه، لأنه هذه هي الماسونية العالمية وهذه هي الصهيونية العالمية. فوقفت أنا عند سؤال لكم إنه تعملوا هومورك أو وظيفة يعني منزلية، إنه حتى أبدأ هاي الحلقة وأحاول إن شاء الله أوصلها لكم بأفضل طريقة اللي تفهموها، إنه قلت لكم روحوا على جوجل وحطوا طريق الحرير الصيني وادرسوا شوي عنه حتى يكون في عندكم مساعدة بالفهم. فإذا بدكم وقفوا الفيديو الآن
روحوا بس تمعنوا في طريق الحرير الصيني وشوفوا كيف بيطلع للبلاد العربية والإسلامية أو المسلمة، فيش دول إسلامية مسلمة، يعني غالبية سكانها من المسلمين. شوفوا كيف عشان تشوفوا إذا بتقدروا تتابعوني في هاي الحلقة، لأنها مش مرسومة على اللوحة. اللي أنا حاطه على اللوحة هي رؤوس الأقلام، كيف بدأ أوصل الفكرة لكم بسلاسة. فلما بدي أجي يعني من ناحية الأبروتش أو كيف أقدر أبسط لكم الأمور حتى يستصار فهمها، فببدأ إنه يعني أكثر إشي موجود عند المتابعين لحد الآن إنه لما بيجي بقول في تحالف واضح وجلي بالنسبة إلي على الأقل وقراءاتي لأرض الواقع، إنه في تحالف أنا أطلقت عليه اسم 4+1 وموجود وبيشتغلوا مع بعض. ودائما بعيد وبكرر في كل حلقة من هم الـ4+1، بقولكم هم الولايات المتحدة، روسيا، الصين، ومعظم الاتحاد الأوروبي ما عدا فرنسا، هذول 4 وهم دول عظمى، زائد اللاعب الميداني اللي أدخلوه واللي فكتوا أمريكا من حلف الناتو اللي هو تركيا، لأنه زي ما أنتم عارفين وسبق وحكيت إنه الرئيس دونالد ترامب اتخلى كليا أو شبه كليا عن حلف الناتو من حوالي 2 أسبوع ما استلم الحكم، وقال لهم أنتم مش لازميني. ولكن اللي عمله إنه أخذ عضو واحد يمكن أن يثق فيه من الحلف وحيدوا لجنبه اللي هو تركيا. الآن تيجي تقول طيب اثبت انه في تحالف او انه مثلا الصين وامريكا وروسيا والاتحاد الاوروبي يعني بيشتغلوا مع بعض مش ضد بعض. بيجي انا يعني حتى اسهل الموضوع عليكم وبيجي بقولكم يعني بجاوبكم على هذا السؤال بسؤال آخر حتى توضح يعني المعلومة اللي بدي أوصلكم إياها. هل جرى الجواب يعني الآن، هل جرى في الماضي تقسيم العالم من قبل دول عظمى أو الدول التي كسبت الحربين العالمية الأولى والثانية؟ هل جرى تقسيمها؟ هل يعني جرى تقسيم العالم بين هدول القوى، أخذوا غنائم نصرهم، وهاي القوى العالمية كانت روسيا والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا على في نفس الخط، ودول المحور كانت إيطاليا، اليابان، الدولة العثمانية في الحرب العالمية الأولى مثلا، كانوا كلهم يعني في دول اسمهم دول المحور وفي دول اسمهم دول التحالف أو الحلفاء، هذول اللي انتصروا. في هذاك الوقت سبق وقلت لكم أكدت لكم إنه الصهيونية العالمية كانت صارت متغلغلة في أوروبا ومسيطرة عليها بالكامل، والماسونية تحولت من فري ميسنز اللي هي المنظمة القانونية أو المضبوطة اللي نشأت وتحولت صارت الميسنز يعني الماسونية بدون الفري ميسنز، وتوغلوا في الفري ميسنز واستولوا على كل مراكزهم في العالم، لأنه الفري ميسنز إجوا على أمريكا عشان هم هذول البناؤون الأحرار، وبما أنه عندهم كان مراكز ممتازة في كل في جميع أنحاء أوروبا وفي جميع أنحاء العالم الجديد في ذاك الوقت،
1717 للحرب العالمية الأولى، كانوا عاملين مراكزهم في كل أوروبا وفي العالم الجديد أمريكا الذي اكتشف واستقل في عام 1776. فهون الماسونية هذول الصهاينة يعني تقمصوا بالماسونية، ولكن استولوا على جميع مراكز الماسونية الأحرار، يعني البنائين الأحرار الفري ميسنز، اللي هي كانت المنظمة اللجيتمت احنا بنحكي عنها، يعني منظمة مظبوطة يعني زي أي جمعية أو اتحاد عمال، اتحاد نقابات، يعني كان زي شبه نقابة في هذاك الوقت. فاستولوا عليها، فبما أنهم استولوا عليها في هذيك الحقبة الزمنية، لما كسبوا الحروب اتقاسموا العالم، قسموا العالم للسيطرة عليه ولتدميره ولسلب ثرواته في هذاك الوقت، لأن هاي هي عقلية الصهيونية والماسونية العالمية. طيب لأجاوبك الآن على السؤال، إذن بالماضي سبق وحصل إنه مثلا العالم تقسم بين فرنسا بريطانيا، قسموا العالم كلها، والدولة والإمبراطورية البريطانية أصبحت زي ما قلت في السابق الإمبراطورية التي لا تغيب عنها الشمس، ولكن كلها كانت مش لأجل إعمار العالم بل تدميره وتجزئته أكثر فأكثر لسهولة السيطرة عليه، يعني لحقبة زمنية طويلة هيك تخطيط مخطط، مش 100 ولا 200 سنة ولا كذا، يعني زي ما دامت مثلا الإمبراطورية العثمانية أو الدولة العثمانية 700 سنة، يعني هذول كانت هيك طريقة التفكير. طيب هذا السؤال، إذا قدروا يقسموا العالم في الماضي، أول إشي أثبتنا إنه في الماضي كان في تحالف بين الدول العظمى، كان في تحالف بين الدول العظمى، فالآن لما أنا بيجي بقول لكم كمان الدول العظمى متحالفين بين بعضهم، بس ولكن لأنه عدوهم المشترك هو الصهيونية والماسونية العالمية، بيقدروش يظهروا هذا التحالف زي بعد الحرب العالمية الأولى والثانية، بيظهروا بكل أنياب مكشرة وبيظهروا أهدافهم التوسعية والاستعمارية ونهب الثروات. ما بيقدروا يعملوا هيك، لأنه هم هدفهم إنهم يحطموا الماسونية والصهيونية العالمية، إذن بظلوا يشتغلوا بالخفاء من تحت لتحت مع بعض، بس بالظاهر بيعملوا لهم فرقعات بين حين والتاني بين بعض، وبتصنعوا انه هم ماشيين في اهداف ضد بعض عشان يموهوا للعدو المشترك اللي هو الصهيونية والماسونية العالمية، يموهوا عن نيتهم المدفونة أو الدفينة، والتي هي إنه هذول رايحين هدفهم الآن تدميرهم، تدمير من قسم العالم ونهب ثروات البلاد. تيجي الآن لسؤال ثاني، سؤال ثاني ملح، هل حصل؟ يعني تيجي بتقول لي الآن، قبل ما أسأل السؤال تيجي بتقول لي طيب وليش أنت الآن واثق من أن هذا التحالف بده يعيد تجميع العالم، وسبق وقلت لكم في نهاية الحلقة الماضية أنه أنا بعتقد أنه العالم راح يرجع ويجمع في 19 إقليم إداري، ورئاسته زي الاتحاد الأوروبي، رئاسته دورية، هذا بتصير الأمم المتحدة رئاستها دورية،
إذا هي عامل تاني، إنه ممكن إنه هدول الحلفاء بس يحققوا هدفهم إنه يديروا العالم بطريقة إدارية مظبوطة حتى لو في ما بينهم. طيب تيجي بتقولي هذه إعادة استعمار، إذا بدهم يقسموا العالم بيناتهم. يعني طبعا 19 إقليم، في إقليم اللي هو جليدي أنتاركتيك، هذا يخليه على الجنب، يعني 18 إقليم إداري. ويسهل لما يكونوا في 18 إقليم إداري يسهل إدارتها. طب تقول لي طيب كيف الآن بدك تحول نيتهم من استعمارية وتدميرية وتوسعية واستعمارية تحولها لا إيش؟ لتنمية وإعادة بناء للدول التي دمرتها الصهيونية العالمية والماسونية العالمية. بقول لك بسيطة برضو، في استند للتاريخ، في إثبات دمروا ألمانيا وانتصروا عليها ولا لا؟ مش ألمانيا عفوا، كمان نسيت أقول لكم ألمانيا من دول المحور، من الدول المهزوم، دمروها وقضوا عليها وهزموها، وبعدين فرضوا عليها معاهدات بعد 1945. ونفس الاشي اليابان، مش ضربوها قنبلتين نوويات؟ مش هذا اللي حصل؟ طيب وين اليابان ووين ألمانيا الآن؟ هات يلا وين؟ ثالث قوة اقتصادية ورابع قوة اقتصادية، نموهم صح، دمروهم وهدوهم. وفي إمكانية إنه إذا شافوا إنه هذه الشعوب عندها حب التنمية وعندها حب البقاء وتنمية أنفسهم كدول، بيساعدوها. وهذا اللي راح يحصل لها، هذا اللي الآن النية تبعتها دول، مش استعمارية ولكن إدارية. هذا بالتصور، هيك أنا كاتب الكتاب. وهذا الجزء بالذات أصعب جزء مريت عليه، أخذ مني وقت طويل، ودائما في عليه تجديدات وتحسينات، حتى أنا يعني أقتنع بأنه الفكرة راح توصل لكم بسلاسة. بس لكن انا من الماضي، من 2010 11 12 13 14، وانا قاعد بطور في الكتاب وبكتب فيه، توقعي 1000% كان ان الدول العظمى ستعمل في يوم من الايام مع بعض لهدف اسمى، لانه هدف الكتاب مكتوب 2022 عالم بدون كأس عالم. يعني مفيش كأس عالم في 2022، مش مهم وين بده يصير، أنا ما عندي أي مشكلة وين بده يصير. المشكلة تبعتي إنه كل توقعاتي لحد الآن زبطت، يعني توقعاتي في 2014 2015 إنه الإكسبو 2020 في دبي مش راح يحصل، والأولمبياد في 2020 مش راح يحصل، وكأس العالم 2022 مش راح يحصل. تنتين زبط، تنتين زبط، وعلى التوقيت. وكمان من توقعات انه الفيفا راح يصاب بهزة قوية في نهاية 19 20. ليش؟ ما كنت متوقع الكورونا، هذه أكون صادق معكم فيها، بس لأنه كان في عليهم كثير قضايا في جميع أنحاء العالم، خصوصا في أمريكا، قضايا رشاوي وسجنوا، سجنوا القائمين على الفيفا
من 2010 2011 2012 كل القائمين واللي عملوا القرارات وين تصير هاي وين تصير هاي كلهم سجن عندنا هون في الولايات المتحدة، خسروا قضاياهم، حكم عليهم جزائيا مش مدنيا. فأنا قلت إنه لسه راح تتطور، يعني في هذاك الوقت لما كتبت الكتاب قلت راح تتطور، ولما تتطور ما فيش يعني الفيفا راح يتضعضع من هذا الموضوع وراح ينهار. الله جابنا اياها بطريقة ثانية بالكوفيد، ولسه كمان القضايا الثانية الرشاوي والشغلات الثانية موجودة كمان، في تتابع لها لسه ما خلصتش، مش كلها خلصت. هذه كلها قراءة واقعية، وزي ما حكيت لكم أنا متوقع يعني بروجيكتر مش متنبئ، I am not predictor I am projector I project I don't predict، هيك بنقولها في الإنجليزي. والبروجكشن دائما مبني على أرض واقعية وعلى حقائق، مش مبني في الهوى وعلى خيال. طيب عشان ندخل في الموضوع على طول شوي، بضل عندكم، لازم يضل عندكم سؤال بعد ما قلت لكم انه حصل في الماضي تقسيم من اجل الاضعاف والاستعمار ونهب الثروات للأقاليم والدول التي قسمت، وفي نفس الوقت كمان جرى إعادة تنمية، مش بس تدمير، في بعض الأمور في بعض الدول وبعض الأقاليم جرى تدميرها وتقسيمها لسهول حتى يسهل عليهم الاحتواء عليها والتحكم فيها، وفي بعض الأقاليم نموها وصاروا إيش اقتصاديات قوية بعد التدمير الكامل أو شبه الكامل، ولكن إرادة الشعوب دائما تغلب. فشعب اليابان وشعب ألمانيا كانوا من الشعوب اللي أوكي حطمت لهم بلادهم، بس ظل الشعب اللي ظل شعب يعمل على إعادة تنميته فساعدوه. طيب الآن يعني ممكن بناء على هاي ممكن إنه هذا التحالف الجديد 4+1 واللي أنا شايفه، أنا شايفه بس أنتم بجوز صعب تشوفوه، بس أنا اللي أنا شايفه إنه المحاولة للتنمية هاي المرة محاولة لإعادة تجميع العالم للتنمية، وراح أجيكم راح أجيكم عايش بستند، أنا مش بالهوى، بستندش على الهوى، بستند على إشي موجود وعلى حقائق موجودة على أرض الواقع. فبتيجي بتقول لي قبل ما تدخل في الموضوع بس بضل عندنا سؤال واحد، والله يا أستاذ تفضل هات السؤال نشوف. تيجي بتقول لي اثبت لنا انه امريكا والصين بتعاون مش بده، وطمنا انه مش راح يصير في بيناتهم حرب، وطمنا انه امريكا برضه بتشتغل من تحت لتحت مع روسيا، وطمنا انه الصين وروسيا بيشتغلوا مع بعض، وقلنا وين يعني وضع تركيا والاتحاد الاوروبي، الاتحاد الاوروبي اللي هو الرابع وتركيا بلس 1، صاروا 5. بقول لك بسيطة جدا، يعني خلينا ناخذهم واحدة واحدة. الصين وأمريكا في بيناتهم علاقات تجارية وثيقة جدا ويشوبها المنافسة الشريفة من قبل الولايات المتحدة، والمنافسة الغير شريفة من قبل الصين، فهي بتضلها دائما عقبة خلافات بيناتهم، بس هذه الخلافات لا تؤدي انه التنين
يحاربوا بعض، لأنه بكل صراحة الصين قوة اقتصادية هائلة صح، بس قوة عسكرية أمام الولايات المتحدة يفتحها، هذا واقع. لأنه أمريكا محاصرتها من جميع الجهات، يعني أمريكا إذا الصين هي اللي بدأت وضربت أمريكا أول قنبلة نووية، الصين بجهة من 20 منطقة في العالم 20 30 40 50 صاروخ تفنيهم عن بكرة أبيها، ضاعوا، شو استفدنا؟ ولكن تعرف الخطورة في هذا، إنه إذا أي حد من قوى نووية ضربوا هذا، مش بس الدولتين اللي بروحوا، العالم كله بروح. طب شو استفادوا؟ الصين وأمريكا المعاملات التجارية بيناتهم قوية جدا، وفي اختلاف إنه لازم يتوازن، هذا اللي بده إياه ترامب، بينما الجمهوريين أو الديمقراطيين الحقيقيين، لأنه قلت لكم ترامب لا هو جمهوري ولا هو ديمقراطي، بس ضحك على الجمهوريين وإجا على التيكت الجمهوري عشان يكسب، وكسب لأنه كانت حركته صح، كان قراره انه يجي عن طريق الجمهوريين ضد هيلاري كلينتون قرار صائب، لانه كان باعتقاد انه بيقدر يهزم هيلاري كلينتون في انتخابات الرئاسية العامة، اما ما بيقدرش يغلب هيلاري كلينتون لو اجا من نفس حزبها، وهو طول عمره بيساعد الديمقراطيين في يعني المعونات المالية تبعته بتروح للمرشحين الديمقراطيين، عمره ما راح للمرشحين الجمهوريين نهائي، طول عمره كان هو ديمقراطي، ولما اجى يرشح حاله عن طريق الجمهوريين طلبوا منه سند تعهد انه يكون بالفعل جمهوري وانه مخلص للحزب الجمهوري بهذا الإعلان المفاجئ إنه هو حول حاله من ديمقراطي لجمهوري، هذا اللي حصل ووقع، روحوا حطوا وثيقة تعهد ترامب بأنه يكون جمهوري بتلاقوها. أمريكا طول عمرها من حد ما بدأت ونشأت الصين دائما بالنسبة لأمريكا كانت تعد زي دولة من دول العالم الثالث، حتى مش الثاني، الثالث. أمريكا اللي أنشأت الاقتصاد الصيني بإعفائها، يعني البضائع التي تصنع بالصين وتيجي لأمريكا كلها معفية من الجمارك، صار لها أكثر من 20 30 سنة أو 40 سنة، وين للثمانينات وقبل كان في فورم اسمه فورم ايه، يعني لما تجيب بضاعة من الصين معاها فورم ايه معفية من الجمارك، الآن لما صارت الصين قوية اقتصاديا وصارت تنافس في مجالات مختلفة خصوصا مجال الالكترونيات، صارت الان امريكا بدها انه طيب احنا بنخلي الالكترونيات تبعك تدخل على اسواقنا، بس بدنا سياراتنا وطياراتنا تدخل على اسواقك، هيك هذه الصناعات اللي ظلت عندنا، ما الصهيونية شطبوا علينا، نقلوا كل مصانعنا لهناك في السبعينات والثمانينات من القرن الماضي، ودونالد ترامب وعد ووعد ووعد وتعهد إلا يرجع هاي الشركات أو ما يخليهاش تشتغل في الولايات المتحدة، ويفرض عليها ضرائب عالية وجمارك عالية على بضائعها، وعملها هلا بتستورد أي شيء حديد من الصين 30 أو 40%، ألمنيوم برضه 30 أو 40%،
وعد انه يوجه هذول المصانع ويوجه هاي الصناعات للولايات المتحدة. الولايات المتحدة في المدة الأخيرة شو صارت؟ صارت دولة سيرفيس مش تصنيع. ما احنا كنا أفضل مصنعين في العالم، وبضائعنا ما متوقفش جنبها أي بضائع من ناحية الكواليتي والجودة العالي. كانت مظبوط بأسعار عالية، لأن هنا العمال عندهم يونيونز أو نقابات، فلازم يدفعوا معاشاتهم وجوههم على اتفاق النقابات مع أصحاب المصانع. عشان هيك الصهيونية مسكت هاي المصانع وهربت فيها على المكسيك وعلى الصين. طيب خلينا، أمريكا والصين في بيناتهم علاقات تجارية قوية، عسكريا الصين لا تسوى يوم نص يوم مع الولايات المتحدة. تيجي بقول طيب قاعدين نسمع في ناقوس حرب بيناتهم تنين، مشي في عندكم بس قنالتين، تو شانلز، بدعوا وبيحاولوا تبروموت، يعني يصعدوا هوة الاختلاف بين الصين وأمريكا، وهم يتمنوا من الداخل بأن الصين وأمريكا يدمروا بعض ويتريحوا منهم العالم كله. هيك هذا هيك العالم تفكيره. ليش كمان بفكر ضد أمريكا طول الوقت؟ لأنه سياساتها خاطئة طول هاي السنين. يعني سبق بضل أحكي لكم، ما أوسخ من الديمقراطيين إلا الجمهوريين. طيب إيش العمل؟ أمريكا والصين في هيئة واحدة بتحاول تضربهم في بعض، اللي هي الصهيونية والماسونية، عن طريق الكيان الصهيوني، عن طريق محطاتهم الصهيونية اللي هي CNN من هون والجزيرة من هناك من الشرق الأوسط. بصعد بيجيبوا محللين وكذا، وكل المحللين بيقولوا مش ممكن نتصادم عسكريا، لا في خلافات تجارية، في اللي بدكم اياه، بس بحبوش يسمعوا هيك. ليش الكيان الصهيوني بده الصين والولايات المتحدة يتضاربوا ويدمروا بعض؟ لانه دونالد ترامب مصمم على الكيان الصهيوني ومن يحالفه ومن يواليه من حواليه، جمعوا اي حلف بدهم اياه واي حلف بوافق يدخل معاهم في حرب ضد ايران. لانه الولايات المتحده والاتحاد الاوروبي وروسيا والصين ممانعه انها تعمل حرب مع ايران نيابه عن الكيان الصهيوني. هذه حرب. فمن هاي الجهة هذول بيحاولوا، بيقول لك طيب بدوش يجي يساعدنا في إيران ويخلينا، عشان يضل زي ما بقولكم وهم السلام كذا. ارجعوا هاي الأمور اربطوها ببعض، حلقاتي متسلسلة. طب تيجي بتقولوا لي ليش يعني بصعدوا بين الصين وأمريكا وبتمنوا لمواجهات عسكرية؟ لأنه هذا حكيت لكم إياه في عدة حلقات من الأول، إنه الصهيونية وهذه الذراع الأولى إذا تتذكر قصيناها، إنه حبهم للحروب وما هم ما بيعيشوا مع بعض وما بيظلوا مترابطين إلا على أشلاء الآخرين وتدمير الآخرين، هذه عقليته. طيب
تيجي بتقول طيب واثبت ان امريكا وروسيا مع بعض. بعدين استني شوي قبل ما اجي لامريكا وروسيا، خذ مثلا امريكا والصين عشان افرجيك قديش هما على قلب رجل واحد ان صح التعبير، يعني مع بعض. لما انتخب الرئيس دونالد ترامب في أول يوم ثلاثاء من شهر نوفمبر 2016، كان موعد إقرار الميزانية المالية لعام 2017 أمام الرئيس اللي بده يخرج بعد مرحلتين رئاسيات، وهذا اللي مسموح له، اللي هو باراك أوباما. كان في هذاك الاثنين في آخر السنة بدهم يقرروا السنة اللي جاية. ففي هذاك الوقت كانوا الجمهوريين مسيطرين على المجلسين، الشيوخ ومجلس النواب، لكن خسروا مجلس النواب في انتخابات نوفمبر الجمهوريين، واللي بده يجي بعشرين واحد اللي هي الفترة الانتقالية 3 أشهر، اللي بده يسلم في 2021 بصير الديمقراطيين عندهم الأغلبية، وهيك بتبادلوا الجرافل المطرقة، بتروح من الجمهوريين للأغلبية الديمقراطية الجديدة. فكان محطوط في الميزانية بدهم مش عارف 4.5 ولا 5.5 مليار دولار مساعدات عسكرية وتوسعية للكيان الصهيوني محطوطة على الموازنة تبعهم. فإجا باراك أوباما دس فيها 15 مليار دولار لمساعدة الدول الإفريقية الفقيرة الأفريقية. فإجوا بدهم يعترضوا، قال لهم إذا بتعترضوا أي أنا خلص بوقعهاش، وبدكم تسكروا الحكومة سكروا لحد ما يجي الرئيس الجديد وتفاهموا معه. فاضطروا إنهم يوقعوا عشان يمشوا 5.5 مليار دولار اللي بحاجتها إسرائيل، وكانت بحاجة ماسة إلها في ذاك الوقت. فمشوه، فطلعت معاها ايش؟ 15 مليار دولار للدول الافريقية. لوين راحت هاي؟ راحت معظمها اذا مش كلها للدول الافريقية الشرقية اللي احنا بنسميها 6 country eastern block، يعني دول الشرق الست. حطوها بالجوجل بتعرفوا ايش هي، منهم هاي الدول اللي هي رواندا، الكونغو، يوغندا، تنزانيا، بروناي وكينيا، هايهم ستة. بروندي اللي هم حوالين بحيرة فيكتوريا، أجمل مناطق الأرض، منبع النيل. وقعوها وأقرت. مين اللي استلم في شهر واحد؟ دونالد ترامب. شو عمل؟ الفلوس راحت ل احنا عنا AID اللي هي الاجنسي فور انترناشنال ديفلوبمنت، برضو شوفوها AID بتطلع، بتروح الفلوس لهذه الايجنسي او الوكاله المختصه في ديفلوبمنت لاي دوله خارج امريكا، مساعدات من the people of America، الشعب الامريكي. لما راحت لافريقيا اجى ترامب، مين بعت؟ مي ايش وصى الايجنسي هاي؟ لانه هلا صار هو رئيس، وهاي الايجنسي صارت تحت الهيئة تنفيذية مش تشريعية، تنفيذية، فبتيجي تحت امري. بعت للصين قالوا فولو ذا ماني، الحقوا
بعتنا 15 مليار ومستعدين كمان نحط فوقها كمان 50 مليار دولار، وابعتوا شركاتكم واعملوا تنمية كاملة على حسابنا بس بشركات، مش بديش ابعت من الشركات الصهيونية الامريكية. وهذا اللي حصل، انزل على رواندا وانزل على الكونغ وانزل على هاي الدول بتلاقي كل الانفراستراكشر والشوارع والهايويز والبريدجز وكلها قاعدة بتنفذها الصين بالفلوس الامريكية. هيك بيشتغل، هاي تنمية، هاي تنمية. اسمها الايجنسي اللي بتصرف الفلوس هاي، ايجنسي فور انترناشونال ديفلوبمنت. ديفلوبمنت معناها تنمية. هاي بدوش يفيد، لانه هو بده يضربهم للشركات الصهيونية. وكم حلقة انا قلت لكم ليش الكوفيد انتش سووه، كيف احنا كنا جاهزين له، والعالم كله من الناحية المالية كيف احنا جاهزين له، والعالم كله مش جاهزين له، بس صارت في لعب بين ترامب والصهاينة الديمقراط والريببليكانز، لعبة مشت على العالم كله، وحيد منظمة الصحة العالمية، يعني كله مشروع. ارجعوا ضلكم متسلسلين. بعدين تيجي تقول طيب اثبت لنا انه بيشتغلوا هم وروسه مع بعض، ولا اسهل منها يعني، صارت قدامكم. قال لروسيا روحي خذي سوريا وجهزي امورك هناك، لأنه هاي مهمة جدا، مهمة جدا في إعادة تجميع العالم اللي هلا بدي أشرح لكم إياها. ليه؟ قال أول ما دخلت روسيا في سوريا ونظفت، نظفت منيح يعني، مش هذا، ولو إنه وقفت بالنظر وهذا، وقفت مع مع الحاكم اللي الشعب بده يزيله، بس هم ليش بعتوا روسيا؟ لأنها مش زي ليبيا. ليبيا عندهم، شوف الذكاء في ليبيا، انه عملوا مجلس، يعني عملوا انتخابات او عملوا مجلس الوفاق، يعني عملوا حكومة وسعوا عليها ليثبتوها في جميع المنظمات العالمية، اعترفت فيها الولايات المتحدة، اعترفت فيها أمريكا، اعترفت فيها كل الدول، حتى جامعة الدول العربية النائمة برضو اعترفت فيها. فإذا عندك حكومة شو عملوا؟ قال لتركيا روح ابدأ وساعد، وحد الأرض وساعد، عشان تجهيز أول إشي التنظيف، تاني إشي التنمية. فأجوا لروسيا قالوا لها روحي على سوريا. أول ما راحت على سوريا، إذا بتلاحظوا دونالد ترامب سحب كل الجيش الأمريكي. ورجع للحلقة اللي بقولكم في إشي اسمه بوتان، الصولجان، سلم مسلم. بريطانيا وفرنسا رمتوا علينا، على الولايات المتحدة بعد الحرب العالمية الثانية، وقالت احنا حلوا عننا، خذوا هاي هذا، وكشوا حالهم من العالم كله بعد ما كانوا مسيطرين على العالم كله. مش بريطانيا قسمت، فرنسا أخذت المغرب العربي، وأخذت كمان مصر في بعض الحقبة الزمنية، وبعدين أخذت سوريا ولبنان، قسموها، بس قسموها للسيطرة عليها وعلى وعدم تنميتها، على تدميرها عقائديا واجتماعيا كله. بينما في اليابان وألمانيا بعد ما دقوهم التنتين، هاي قنبلتين نوويات هيروشيما وناجازاكي، وألمانيا هدموها بالكامل، لكن شعوبهم عاودت تكوين نفسها، فوجدوا إنه هذول بيستحقوا يساعدوهم، نموهم. شو صار فيهم؟
صعدوا ثالث ورابع قوة في العالم اقتصاديا بعد أمريكا، الصين، ألمانيا، وبجوز ألمانيا كمان أقوى من الصين اقتصاديا، واليابان، هدول أقوى أربع. لسه روسيا مضعضعة كمان، هذيك مضعضعة من جهتين عسكريا واقتصاديا. تقعدش مع أمريكا 5 ساعات، تقعدش مع الولايات المتحدة 5 ساعات لا سمح الله، يعني لو صار أي، بس بيشتغلوا مع بعض، قاعدين برتب لا ينمو. فأعطيت كل الأسئلة اللي ممكن تدور في عقلكم، لأنه رايحين تسألوني إياها لو أنا ما جبتش هذه المقدمة، ومقدمة طويلة عشان أشرح لكم بس هالشغل الموجود على البورد. ليش أنا بعتقد إنه قاعدين بلموا العالم لأقاليم، مش راح تتعدى 19 إقليم، وبحب الرقم 19 دائما لأنه مدعوم بآية قرآنية. بقولكم دائما بدور، يعني ما قلت 17 ما قلتش 16، دورت الرقم الوحيد المذكور في القرآن هو 19، فقلت عليها 19، 19 إقليم، 19 حاكم، لأنه تسع حاططها تسعة يعني مؤنث، فاللي بده يجي بعد لازم يكون اسم مذكر. انت تقدرش تقول 19 ملائكة، ملائكة مؤنث وتسعة مؤنث، بتصيرش لغويا. 19 إقليم الله تركها كما هي، لا اجتهادنا او لا، يعني يخلينا دائما بصلة. هاي رقم 19 بتوصلنا في الله سبحانه وتعالى لا شعوريا، اذا انت مؤمن توصلك. بيقول 19 ايش يا رب؟ بس لو كملت، لو كملت اقول لي 19 ايش؟ هيك انظر لحكمة الله سبحانه وتعالى، بتضلك هادي، والله بفتح لك عقلك كيف تفكر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، لا إله إلا الله. طيب أثبتت لكم إنه هاد إنه يعني الصين وروسيا بيشتغلوا مع بعض، والصين بحاجة الآن لروسيا بشكل فظيع، لما بيجي بشرح لكم هاي اللي موجود على اللوحة. تركيا حكيت لكم، لأنه شوفوا التقسيم اللي هلا بدي أبلش لكم فيه، 19 إقليم، واحد منه جليدي ينسوه حطوا لي على جنب شوي، بظل 18، وبدوش يصير كأس العالم في 2022، ولما نخلص 22 نروح ندخل ل 23 24، ونلاقي حالنا 18 إقليم إداري، والتاسع عشر هو الجليدي، يعني خليه عجل 19، نصير نعمل لكم كأس عالم زي ما حكيت لكم كل سنة. الكل بتأهل، بروح على دور ال 18 على طول، لا بدك تبدأ في 32 وتنزلهم ل 16 ودور ال 8 ولا بطيخ، بروح دور ال 18 كله. أوه يلا نسلم. بس في كتابي أنا كاتب إنه لما بدنا، ليش مثلا 18 إقليم؟ لأنه بتاخد بالفعل حوالي كذا إقليم لكل عقيدة ولكل دين، والله سبحانه وتعالى يعني حط لنا إياه، وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارف. هذا مبدأ خلق الأرض. طيب هلا بدي أثبت لكم في طريق الحرير الصيني، إنه الصين اللي هي الوثنية والبوذية، لما فكرت في الطريق فكرت فيه على أسس دينية وعقائدية بمحطاتها، لأنه هذا أكبر، راح يكون أكبر طريق تجاري وتنمية لكل الأقاليم اللي بتمر فيها. تصور،
وهذا اللي كنا نعمل لما احنا كنا في الدولة الإسلامية الكبيرة، مهما كانت الدولة الأموية، العباسية، الفاطمية، العثمانية، كله يعني كلنا كانت كلها هيك، كانت تنمية، كانوا يمشوا لكل العالم بس يقصدوا فيه التنمية وحماية والحماية والحفاظ على عادات وتقاليد الناس وعلى كل إبداعاتهم. نبدأ بس هاي لأنه كم يعني صرنا صارفين منيح عليها، هذه ما شاء الله. خلينا نشوف نقدر نخلصها ب10 دقائق، 11 دقيقة، صارنا 50 دقيقة عشان بس أشرح لكم وأسهل لكم اللي بدي أحكي لكم إياه الآن. إذا الآن بتروحوا على، افتحوا الخارطة، خارطة العالم على جوجل، وإذا بتحطوا حتة عشان تفتح الخارطة المضبوطة حطوا The Chinese Silk Road وشوفوا كيف تطلع. وبتعرفوا انتوا انه الآن أنا الكل بيقول لك المسيحية على تعداد سكانهم أكثر، وبعدين الديانة الثانية الإسلامية، لا هذا الحكي كان بال 2015 بجوز لحد 2013. الآن إحنا رقم واحد، المسلمين رقم واحد، 2.2 بليون، 22 المليار، والمسيحية تراجعت لألف ل 1.6 بليون. لأنه الإيثيست لا دينيين أخذوا أكثر، يعني آخر بأخذوا كثير من البوذيين والهندوس ومن المسيحيين أكثر. وعندك حوالي 1.5 بليون، 1.5 بليون أو 1.4 بليون بوذي اللي هم الصين والعرق الأصفر، وعندك 1.2 الهنود. الهندوس سبعة فاصلة ثلاثة مليار نسمة، والأرض خلق، والله سبحانه وتعالى خلق الأرض تلتين مي وتلت يابس، يعني في خير وبركة للجميع إذا تقسم بطريقة عادلة. ممكن تقول لي انا بحلم، خليني بحلم، تقول لي انا مجنون، قول لي انا مجنون مش مشكلة، بس انا هيك بقرأ. مش مهم انت تقرأ زي ما انا بقرأ، وبالعكس بجوز تروح لمصادر ثانية وتلاقي حجج او تصورات افضل مني كمان مبنية على ارض واقع، اذا اخذتها من واحد متوقع او واحد يعني محلل اقتصادي، مش تاخذها من موقع واحد متنبئ ولا خرافة ولا واحد مخرفن ولا واحد مخرفن وتيجي تقارنها معي. هذا تصوري وهذا اللي بقرأ. بجوز تنور لك بصيرتك انك بتشوف والله في فايبيليتي، يعني في اسس، وبجوز تقول والله هذا بسرح فينا، مبين عليه انلطش، مهمش، هذا رأيك وانت ولك الحق فيه، مش وانت حر، لا لك الحق فيه. ادخل على طريق الحرير الصيني وشوف كيف مرتب بالنسبة لما يجي للمنطقة الجغرافية التي تكتظ غالبية سكانها من المسلمين، تكتظ بالمسلمين، بتطلع من الصين طريقين A و B، أنا بسميهم راوت A وراوت B، يعني أو
رود ايه ورود بي، خلينا نسميها لاوت افضل. لاوت ايه بيطلع عن طريق كازاخستان، مع حدوده بيمشي مع حدوده مع روسيا بالضبط، وبنزل لوين؟ بضله نازل للكاسبيان سي اللي هو القزوين، بحر القزوين، وبطلع من جهة تانية راوت بي، بطلع عن طريق كيرجستان وطاكيجستان على البوردر برضو على الحدود ماشي، وبعبر في وين؟ أوزباكستان، بعبر على حدود أوزباكستان وتركمانستان، وهذول كلهم دول إسلامية، وبضل ماشي برضو بيجي بتلاقى مع راوت ايه وين؟ على الجهة الروسية يعني اللي كانت في الأول الاتحاد السوفيتي من بحر القزوين، كويس؟ بقطعوا التنين بحر القزوين لوين؟ بقطعوا واحد بروح على أذربيجان، دولة إسلامية، وواحد بروح على حدود بقطع من حدود أرمينيا وجورجيا، دولتين إيش؟ مسيحية. ولما بقطع من هذيك الجهة بتقدر أنت تضم أرمينيا وجورجيا للجزء العلوي مع روسيا، دولتين مسيحيات، وكانت بالأساس كانوا بالأساس بعد أرمينيا، يعني جورجيا كانت بالأساس من الاتحاد السوفيتي، مش مشكلة يعني. بعدين إيش بيبدوا ينزلوا التنين بعد ما كروس يعني بعد ما يقطعوا القزوين، التنين بقطعوا لوين؟ لتركيا. بتقولي ليش تركيا؟ هاي هذه الحالة جاوبتك ليش تركيا عامل مهم؟ لأن تركيا تقع في موقع استراتيجي يعني كل العالم بحسدها عليه، قزوين، الأسود، مرمرة، البوسفور، يلا البحر الأبيض المتوسط، هاي كلها ممرات بحرية لازم تحت هذا النظام العالمي الجديد، لازم تضلها ايش؟ فري للملاحة، تضلها مفتوحة للملاحة، ومحدش يجي يسكرها، ويكون في اتفاق يمكن الوثوق فيه ضمنيا. ليش انا بقول 4+1؟ ضمنيا بجوز امريكا ما تثقش في الصين، الصين ما تثقش في روسيا، روسيا ما تثقش في امريكا، بس لما بتحدوا بتحدوا، لما بعمل اتفاقيات بلتزموا، بس ممكن اي واحد في مشلف، انما تركيا بتشلفش، الكل بثق في تركيا. ليش؟ لانه اذا بدهم يكذبوا على نفسهم ويكذبوا على التاريخ اللي اجى قبلهم، انه في عهد كل الدول الاسلامية كانت افضل العهود اللي عاشوا هم نفسهم تحتها بالسابق كلهم، ما هو الامريكان اجوا معظمهم من امريكا وهربوا، هربوا من الاضطهاد الصليبي مش من الاضطهاد الإسلامي، الإسلام كان دائما يجي ينقذهم. هاي ولو انهم يعني بتكبروا بالاعتراف فيها، يتكبروا طستوسين ثلاث زي ما نقولها، بس ما بيقدروش يكذبوا على نفسهم، اذا بيكذبوا على نفسهم سبق حكيت لكم اياها، اللي بيكذب على نفسه مصيبة
واللي بيكذب على نفسه ويروجها للآخرين فتنة. في داخلهم بيعرفوا إنه وجودهم أو وجود عامل مسلم يكفل لهم حرية الملاحة في كل هاي البحار. وأعطيتكم مثال عليها برضو، الأمازيغ في المغرب مسلمين، ارجعوا لحلقة بمن يثق ترامب بالمسلمين ولا بالعرب، ارجعوا لها، أنا متسلسل. أنا متسلسل في سرد قراءتي للواقع. خلينا ننهي على السريع. بدخلوا التنين لتركيا، والتنين بروحوا ايش بيعملوا؟ بيحوطوا التنين. هلا صار A و B دخلوا لتركيا، انا بطلعهم من تركيا تحت C و D، راوت C وراوت D. راوت سي بتلاقوه نزل من تركيا على الحدود السورية العراقية all the way down، بنزل نزول لغزة فلسطين. رجعوا لحلقتي اللي أعلمت لكم فيها إنه تركيا تعقد مع أحد مسؤولي، هذا بجوز الحلقة الأولى، الحلقة الأولى من سماشينج نيوز، لما اخترعت سماشينج نويز، لما قلت لكم انه مسؤول تركي رفيع المستوى ومسؤول فلسطيني رفيع المستوى اجتمعوا وعملوا مذكرة تفاهم للتنقيب عن الغاز في غزة. النتنياهو، النتن هذا راح على الصين 7 رحلات يحاول يلغي هذا الموضوع ويحاول يخليها تيجي عن طريق تيران سنافير، وفكره انه هو راح يكون ضايل بعد 2022 عشان تدخل من سنافير تيران وسنافير بدون حدود إقليمية، كلها تكون يعني الطرفين من البحر بدخلوا من البحر الأحمر أظني لجوا تحت خليج العقبة من تحت، بس يدخلوا على مباشرة على الكيان الصهيوني اللي هو الآن أنا بعده فلسطين لما ينجز هذا الخط، كلها فلسطين بإذن الواحد الأحد إن شاء الله. شوفوا الترابط كيف، فيش سلسلة مفقودة عندي لحد الآن. حابب واحد يقول لي في عندك سلسلة مفقودة، أدور عليها، ما بعارضكمش، بدور معاكم، أنا دائما أوبن. بخطئ، أنا إنسان زيكم بخطئ، بس أنا لحد الآن رابطها بأقصى درجة ممكنة وزي ما أنا شايفها. طب بتقول لي وين راح دي خدي؟ ممتاز والله، كنت راح منسى، شكرا اللي ذكرتوني. بقول لك خدها، شوف هذاك بنزل من تركيا على حدود العراق إيران، دولتين برضو إسلاميات يعد، بغض النظر الطائفية هاي لازم تنشال، بس مش مشكلة. تنزل على حدود العراق إيران للخليج العربي اللي كان للإيرانيين بظل يقولوا عنه الخليج الفارسي، وبتوصل على النقطة اللي هي مقابلة للفجيرة بالذات فيما يسمى الآن الإمارات العربية المتحدة، وراح يقطع هذيك النقطة وينزل.
فذاك الأثناء راح تكون ساحل عمان. رايحين تقولوا لي برضه أنت مجنون، بقول لكم راح تكون ساحل عمان. وهي بلشت، هاي مكتوبة عندي في الكتاب هيك، ساحل عمان، مش كاتبها الإمارات العربية. كل شيء بده يرجع لأصله. كل الشغلات اللي عملوها سايكس بيكو والصهيونية والبلفور والماسونية العالمية بده يرجع ويتآلف ويصير أقاليم حلوة سهل إدارتها وتنميتها. بتلاقي راودي لم العراق إيران وكمان قبل ما يقطع للجهة الثانية لسه بلف على إيران أفغانستان وباكستان. ده شوف عليها، هذه كلها آسيا الصغرى. هذا الإقليم كله بده يكون الإقليم الإسلامي، آسيا الصغرى الإقليم الإسلامي، وأنا معطيه رقم 13 من 19، لأنه أنا بادي في رقم واحد. هو بعرفش كيف بدهم يبدوا الترقيم، بس أنا بادي رقم واحد أمريكا، رقم اثنين كندا مثلا، رقم ثلاث المكسيك. هاي ثلاثة في نورث أمريكا، وفي مقسم في الكتاب، وبعملكوا حلقة لحالها قصيرة 15 20 دقيقة أشرح لكم إياها. بس خليني أنهي هون. الآن بتلاقي إنه حكيت لكم إنه بعتنا فلوس أمريكية لإيست أفريقيا. بدي أحاول أنهي هاي الحلقة. حلوة جدا الحلقة هاي، شيقة ومعجزة، يعني معجزة مش معجزة، معجزة بتعجز. إن شاء الله يطلعنا عن الساعة الآن، طلعنا منيح، بلكي بأربع دقائق أخلص القسم الأفريقي. القسم الأفريقي بما إنه إحنا بلشنا الصين من وين؟ بلشناها من الـ 6 كانتري إيسترن بلوك، دول شرق أفريقيا الـ 6، وهذه أحلى دول وراح تكون جنة. الآن هي جنة، أنا رحت عليها عدة مرات، جنة من جنات الله على أرضه. هاي خدوا هذه رواندا، رواندا 96، بلجيكا انسحبت من رواندا، ضربت الزولو مش عارف الثانية شو اسمها القبيلة، أكبر قبيلتين ضربتهم في بعض مذابح للركب. روح الآن على رواندا شوف شو مصاري الـ AID بتعمل، الـ Agency for International Development الأمريكية، مساعدات الشعب الأمريكي، شوف شو بتعمل. روح شوف ما أجملها، أكبر سفارة أمريكية في العالم وضعت for symbol to be a symbol status symbol نسميه إحنا في الإنجليزي، وضعت في رواندا تكفيرا عن المذابح اللي الغرب صنعها في رواندا. الله لا يعطيهم عافية. شعب من أحلى ما يمكن، من أجمل ما يمكن، من أطيب ما يمكن، عملوا له مجازر جينوسايد. الصين راح تبدأ تطلع، وأمريكا وتركيا بنزلوا، المغرب الإسلامي، أنا بدي أصير أسميه المغرب الإسلامي، هو المغرب تونس، ما يسمى الآن مغرب تونس والجزائر، راح ينطفوا
النفوذ الفرنسي منه كومبليتلي، بنزلوا هيك بلفوا على موريتانيا والصحراء الغربية، بضموها لنفس الريجن، وبنزل لتحت والصين تطلع من تحت لفوق، بتشطب على تشاد، مالي، والدول اللي تحت المغرب الإسلامي بالضبط، وتحت ليبيا كلهم. مش فاتح الخارطة، بحكي من ذاكرتي. كلهم شوفوها، تشاد، مالي، و كوت ديفوار، ساحل العاج تحت، كل هاي بتجيبوها. وبعدين بعملوا ممر ما بين الصومال، ممر ممتاز، وبدوا عملوه، بوصلوه في ما يسمى الآن السودان، وبكمشوا من تحت على قبالة الكيان الصهيوني، وتركيا في قطر قبالة الكيان الصهيوني، وتركيا في سوريا على حدود الكيان الصهيوني، وأمريكا وتركيا بتضغط. شو بظل عندك؟ المشكلة العويصة الموجودة الآن، المهمة الصعبة، هي المهمة الليبية. لما بينجحوا هناك، يعني بتيجي بتقول بتتمنى لو السودان عندها حكومة عشان تروح تساعدها، زي ما بدها تساعد، والآن بيساعدوا في الحكومة الليبية. لو يسووا، لو الله يجمعهم. سوريا مش قادرين يعملوها، بعتوا روسيا بالكامل. ليش؟ لأن المعارضة السورية 20,000 حزب، معرفوش يعملوا مجلس انتقالي، أو مجلس يعني بتعمل ثورة بدون يكون عندك بديل. وين صار؟ نفس الاشي في مصر. المشكلة المعارضة مش عارفة تسوي حالها، وبتعرف مع مين تحكي، بينما في ليبيا رتبوا الأمور على طول، فهم داخلين يساعدوها. فأمريكا وتركيا بتكمش من شمال أفريقيا لتحت، والصين بتكمش من ساوث إيست، هي في الساوث، هي في الإيست بس في الساوث، من ساوث إيست بتطلع لفوق، بتكمش على تشاد وعلى الباقي، وبيكملوا الريجن الإسلامي كله. شمال أفريقيا بصير اسمه إقليم رقم 14 بالنسبة لخارطتي، والأقاليم، وباقي بعد ما يحرروا هاي من فرنسا بالكامل، ويطردوا فرنسا بالكامل، ويهينوها بالكامل، واللغة الفرنسية من هون ل10 سنين، هي توقع جديد بحط لكم اياه الحلقة القادمة، اللغة الفرنسية راح تختفي خلال 10 سنين، اختفت قبلها 3000 لغة، هاي واحدة من اللغات اللي راحة إلى مزبلة التاريخ. فشمال أفريقيا راح يتقسم لمقاطعتين، مقاطعة ألف المغرب الإسلامي، وليبيا إدارته، مكان الإدارة يعني تبعته. وبعدين مش عارف شو بدي احط السودان ومصر ولا كذا. وشوف الان سبحانك يا رب، يعني قاعدين بيحكوا النوبة النوبة النوبة، ما فيش شيء اسمه، يعني مش مخليين كيان لمصر ابدا. فبحط السودان مع مصر مع بعض، بتسميه مثلا مقاطعة النوبة، اللي هي مقاطعة بي من الاقليم رقم 14، وبوصلوها بغزة، وبعدين بيطلعوا فيها من تحت من البحر الأحمر داخل الأراضي السعودية لتحت. يروح يتفرج على الخارطة. وهذا اللي بتسعى له الآن السعودية، إنه تجيبه من أراضيها، والله بيعلم يصير ولا ما يصيرش.
انا معاي الخط وقف لغزة فلسطين، وتحليت عن شمال افريقيا والدول الاسلامية في افريقيا، سمعانك يا رب يمكن نربطها بسهولة مع بعض حتى تصير لك تنوي رقم 14. هذا تحليلي، مش انت مش ملزم فيه، بس حطه في عقلك. اذا حصل بحصل بامر الله سبحانه وتعالى، مش لان انا قلت صح. كل هذا بيجيني يعني، الله ملهمني بطلب العلم من مهدي الى لحدي، هذا اللي الله ملهمني فيه. بس الهام الله بانه اطلب العلم والمعرفه المضبوطه من مهدي الى لحدي، هذا الرسول عليه الصلاه والسلام اوصانا فيه. اطلب العلم ولو بالصين، وهل ينطق الرسول عليه الصلاة والسلام من الهوى؟ هل ينطق عن هوى ولا بإلهام من الله سبحانه وتعالى؟ هاي اجتكم، اسمه طريق الحرير الصيني، طريق تشاينز سيلك رود، مش جانا اياها الرسول عليه الصلاة والسلام. اطلب العلم ولو بالصين. أقول أنا بعد مسافر الله، بلاش أقول عن يعني في مقولة بهذا الموضوع، أطلب العلم من المهدي إلى اللحد. والله بطلب من في طبيعة الحال الله بطلب منا دائما إنه نسعى للمعرفة والعلم بالكتاب العزيز كمان. إن شاء الله يا ربي تكونوا قد استمتعتوا في هذه الحلقة. صعبة صعبة، راح يطلع منكم أسئلة أهلا وسهلا، بعملها حلقة خاصة تحت البند الثالث اللي إحنا بنعمله اللي هي أرباكس، بجاوبكم. طولت ساعة وربع تقريبا، بس it's worth it. بلاش أختصر أكثر من هيك، بس إن شاء الله زي ما قلت لكم، بس ما عنديش متسع من الوقت، راح أقطع لكم الحلقة دي تبعت الساعة، وهاي إن شاء الله بقطع لكم إياها وين تروحوا، لكل مقطع بدك تشوف كيف، أو كل نقطة أنا عملتها. ولحد هون يعني أنا كمان تعبت شوي، بدي أقول الله يعطيكم العافية نيابة عني، واستودعكم الله.